اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. كريم سعيد، ازيك يا كيمو؟ ازيك يا مستر؟ اوكي الحمد لله. لعبت النهائي ولا لسه؟ لا والله لسه لسه هتأجل بعد رمضان. هم تقريبا عايزين يعملوه ساعه الفطار. ساعه الفطار كده كده اصله هاني هيتغلب، خلي بالك كده كده ملهاش حل. ايمن جلبرتو، ازيك يا ايمن؟ ازيك يا ابن اسلام؟ امورك ايه؟ الحمد لله. مالكش انت في التنس؟ انا بلعب سكواش. سكواش او بدل؟ لا ما لعبتش بدل، بس كنت بلعب سكواش زمان وانا صغير. فعلا؟ اه كنت رابع جمهوريه لحد لا ايمن في دي، في دي غريب. انا بلعب بايدي اليمين وبرجلي الشمال. داخلين على نهائي كاس مصر وحدث كبير طبعا. لما نحب نتكلم عن مباراه اهلي والاهلي وامبي نقول ايه؟ والله يا كابتن بص حاجه غريبه والله. اه يعني بجد حاجه. هتلعب ولا مش هتلعب دلوقتي رسميا؟ اه هيتلعب. اه الحاج عامر حسين المسؤول الاول عن اقامه المباريات في مصر اوكي قال انا ما حدش كلمني على تاجيل. يبقى هتتلعب. ده معناه ايه؟ لا وخلي بالك ده معناه ايه؟ ده معناه ده مش المعسكر 12 كتير جدا. 12 12 مارس والمباراه محدد لها 15 مارس. والخبر اللي طلع من مصادر في اتحاد الكوره ان تم الاتفاق مع الكابتن حسام حسن على الغاء المباراه ارضاء له. ده الكلام الرسمي اللي نزل. الغاء ولا تاجيل يعني؟ تاجيل وتاجيل يعني قصدي الغاء في اليوم ده يعني. اه فالحاجه عامل يقول لك لا انا ما اعرفش حاجه عن الكلام ده. ده معناه ان في ايه؟ في حد ماشي كده وفي حد ماشي كده. لسه يمكن لم يتم الاجتماع مع الحاج عامر حسين مثلا. ازاي يا كابتن اسلام؟ ده ما بين الخبر ونفي من الحاج عامر بنتكلم في اسبوع. لا ممكن وكريم بيتكلم يعني استعرض معانا الصور. اتفرجنا كده شباب. بص يا كريم يعني تاريخ الجدول نزل المباراه اهي في رمضان 9:30 يوم 15. ده الجدول لما نزل الاهلي وانبي في الاخر تحت يا كابتن اسلام. اه 9:30 نخش على اللي بعده. ده بيان رابطه الانديه المحترفه بيان رسمي. أوه. ان اخر مباراه يوم 12 مارس قبل توقف الاجنده الدوليه. عشان يساعدوا كابتن حسام. تمام. اللي بعده تصريح هو كابتن عامر حسين لم يصلني اي قرار او اي طلب بالتاجيل. الرابطه نشروا الجدول وما حدش طلب مني التاجيل والماتشات هتتلعب والدنيا زي الفل. تصريح من الحاج عامر حسين. أوه. اللي بعده تصريح برضو كابتن عامر حسين اهو يعني تكمله التصريحات عضو مجلس اداره اتحاد الكوره ان مفيش حاجه هتتاجل. طب نخش على اللي بعده اخر حاجه معانا كابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكوره بيقول اعتقد ان المباراه هتتاجل. طب يعني اعتقد ده يعني معلش هو كابتن علاء دخله ايه في القصه؟ من رايه يعني رأيه. لا هو منصب رسمي مدير الفني لاتحاد الكوره. مش بتاعته بس هو بيقول رايه يعني. هو جت عليه يعني صح من حقه يقول رايه. بس في اكيد حته ايه انت النهارده بتتكلم في نقطه ما فيهاش معلومه يعني مفيش حاجه مؤكده والرابطه ماشيه في اتجاه واتحاد الكوره. هل يمكن للرابطه ان تؤجل مباراه بدون الاجتماع مع الحاج عامر حسين؟ لا ما ينفعش. امال ايه؟ ما ينفعش. لازم القرار يطلع من اتحاد الكوره والرابطه مش منوطه بان هي تاخد قرار دون العوده لاتحاد الكوره. حتى برضو زي ما الاستاذ احمد دياب طلع قال على في الاول طلع اتكلم ان سيستم الموسم الجاي زي الدوري البلجيكي هوب حصل عليه هجوم. لما حصل عليه هجوم طلع عليه مقترح. دي كانت مقترح. ده كانت فكره. انا كنت بقول رايي. فهي فكره في حته ايه؟ احنا بنخش في موضوع البالونات. يعني وواضح كمان ان الناس مش ماشيه على ما يعني الناس اصلا مش مسيستمه مع بعض. رايحين جايين. ده ما ينفعش يظهر قدام الاعلام ولا قدام الجمهور. يعني احنا بنتكلم على اداره الكره المصريه. لو الكره المصريه بتدار بالشكل ده فأمانة احنا يعني واصلين لنقطه سيئه جدا يعني. طيب وبعدين حضرتك رايحين جايين. انا في الاخر انا كمدير فني بتكلم هنا عن النادي الاهلي. انا عايز اعرف انا ايه اللي هيحصل يوم 12 يوم 15. يوم 12 عندنا في مباراه مع البنك الاهلي. لا يعني قبليها كمان في مباراه 12 اللي هي البنك الاهلي ويوم 8. فانت بتعد اصلا فريقك وفي احمال وفي هترجع من سفر عشان عندك ماتش يوم 12 يوم 15. ما ينفعش على انه يبقى في مباراه ثاني يوم رمضان. يعني ثاني يوم ايام رمضان غالبا هيبقى 12 ده ثاني يوم. ايوه او اول يوم أو كمان حسب. ممكن اول او ثاني. ممكن اول او ثاني. فتخيل انت اول يوم تلعب ماتش 9:30 بالليل بعد اول يوم فطار ومش عارف كمان اصلا ماتش بتغير من طريقه حياتك مش عارف. لا هو الفكره كلها رابطه الانديه نشرت ان احنا هنأجل مع الكابتن حسام حسن عشان خاطر ده الاتفاق يوم 12. طيب ايه اللي يخلي ان الرابطه ما عملتش اللينك مع اتحاد الكوره؟ يعني مين اللي هيعمل لينك؟ واضح ان في حاجه يعني واضح في مشكله جزر في حاجه مش لا هم ما بيتعاملوش مع بعض. واضح كمان طبعا 100%. واضح كمان ان كل واحد حابب. هل بدات الانتخابات بدري يعني تقصد؟ ممكن
ممكن وممكن لا. وكمان في ناس بتحب انها تظهر قدام الجمهور وقدام الاعلام ان انا اللي باخد القرار ده قراري. لا بس هو مش يعني طيب بس هو رسميا ده المفروض يبقى قرار مين؟ اتحاد الكوره، مجلس اتحاد الكوره، المجلس صح؟ طب اوكي. لكن لم المجلس بقى لم يخرج قرار من مجلس اداره اتحاد كره القدم حتى الان. لا يعني بخصوص مباراه الاهلي وابن. لا مفيش. لا بالتالي كل الكلام اللي احنا سامعينه هو كلام هو اراء رسميه. انا اول مره اقول يعني اراء رسميه، ما اعرفش حاجه. اراء رسميه، اراء رسميه يعني مسؤول رسمي بيقول راي. ايوه عشان تيجي تزنوه يقول لك هو مش قرار، ده كان راي. ازرعت في الانديه الدوري اخر. هنقفل الحلقه دي يا جماعه. خش اقفل الحلقه، اقفل يا برجاوي، اقفل يا عم الحلقه دي. حلوه دي والله. اراء رسميه. لا ده رايي مش قرار. مش قراري، هي قرار الاداره. هو ده حاجه كده يعني. ما ممكن غبايه طبعا اكيد يا كابتن سامي. دلوقتي يقول لك ايه، كله مركز مع الاهلي والزمالك من الجمعه. لكن اول ما الماتش هيخلص خلاص هيبدا بقى الازمه يا جماعه. الماتش ده يعني خلي بالك احنا كلنا فعلا مركزين في ماتش الاهلي والزمالك. خلي بالك كابتن الحاج عامر برده طالع بيتكلم. انت عارف الحاج عامر عن طريقه عنده اسلوب في يوصل بيه معلومه، فيقول لك ايه الماتش، لا انا ما حدش بلغني. انت فاهم قصدي؟ برده هو ذكي جدا. لا هو ذكي جدا، بيعرف يرمي. هقول لك ايه، بيعرف يرمي الكوره. هو عنده حق، خلي بالك. طبعا مليون في الميه هو الراجل منوط ان هو يحط الجدول، لازم يتم التنسيق معاه. بالظبط كده، واضح كمان ما حدش اتكلم معاه. فانت النهارده انا اسف، يبقى انا بالنسبه لي الموضوع انت عايز الحاج عامر حسين يخش على يلا كوره عشان يعرف الخبر ويروح ينفذ؟ مستحيل يعني. ازاي يعني؟ ما برضو في نقطه احترام للراجل يعني برضو. انا اخدها من حته ان ما حدش اتكلم معاه ومحدش نسق معاه. فلا هو طبعا يحق له انه يطلع يتكلم بالطريقه دي ويقول لك طب انا مش هاجل. انا النهارده ممكن يقول هو نفسه يقول لك انا عندي مشكله، ولو اجلتوا الماتش ده على مسؤوليتكم. ليه؟ لان انا الجدول عندي مضغوط لغايه 15/8، وان الاجنده دي اجنده الميعاد اللي احنا اصلا مش عارفين هنفنش فيه الدوري ولا مش هنفنش. زود 4 ايام يبقوا 19/8، مش هتفرق. ونحط عليهم شهر. ده قرار مش ده رايي سوري، مش قرار يعني، انا حسب الظروف. طيب برضو في ظل اهتمامنا الكبير يا ايمن بمباراه الاهلي والزمالك، ولكن من هو المنافس الاقرب للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا؟ يعني كنا كلنا قاعدين متابعين يوم السبت كده الساعه 3 6 9، قاعدين الماتشات كلها عشان نعرف مين المنافس المحتمل للنادي الاهلي في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. الحمد لله الاهلي في الصداره، يعني ممكن نشوف الانديه اللي تاهلت لدور الربع النهائي وفيها ملحوظه كريم برضو ممكن ايه، راجل بيحب الحاجات دي. من زمن ما شفناش ان سيطره يعني غياب تقريبا، كنا كل مره نلاقي على الاقل نص الفرق من شمال افريقيا او فرق عربيه. دلوقتي بص يا كابتن اسامه، الاهلي والترجي يعني تنزانيا ممكن من اول مره من فتره في فرقتين من تنزانيا في ربع النهائي. فالموضوع السنه دي مختلف. الانديه بيشتغلوا صح. شفنا كل الامانه يا كابتن اسلام، حضرتك رئيس اليانج افريكانز كان موجود هنا في حلقه الاهلي. عجبني جدا اسلوبه وطريقته. خلي بالك هو رئيس رابطه الانديه الافريقيه المحترفه. بالظبط. فانت النهارده بتتكلم ان الانديه دي كلها بتشتغل. هم بيعملوا ايه يا كريم؟ بيحاولوا يطبقوا الفكر السليم صح وفقا لامكانياتهم، فبتطلع نتائج. هي دي الفكره. هم بيحاولوا، وكمان اغلبهم هتلاقيه بيقول لك ايه، عايزين نبقى زي النادي الاهلي. وعندهم ميزه بقى، ما فيش ولا واحد فيهم بيقول راي رسمي. ده قرار ولا ده راي؟ ما عندهمش. يعني الراجل اللي قاعد معاك ده بيقول لك يا ناس، لو هو رايه هيقول لك ده رايي. لو حاجه قرار او حاجه رسمي هيقول لك ده قرار. فممكن نطلع ونشوف كده مع بعض الفرق بقى اللي احتلت الوصافه. والموضوع برضو جامد يعني، احنا كل مره في مازيمبي والترجي وسيمبا، دول اللي ممكن النادي الاهلي يواجه حد منهم في دور ربع النهائي. القرعه زي ما عرفنا من التقارير الصحفيه، اغلب المواقع في مصر اتكلمت ان القرعه يوم 13 مارس اللي هتحدد الطريق للنهائي. دي يا كابتن اسلام اهو، ده التصنيف، دي الانديه اللي اتاهلت، الاهلي ويانج افريكان، سان داونز ومازيمبي، بترو اتلتيكو وعامل ارقام هايله جدا في دور المجموعات، والترجي واسك. يعني بعد غياب طويل اسك بيرجع تاني بيتصدر ترتيب مجموعته بيظهر في الصوره، وسيمبا التنزاني. ده الثمان فرق اللي بيشكلوا ربع نهائي او نهائيات بقى دوري ابطال افريقيا. نخش في المنافس المحتمل للنادي الاهلي، هو هيبقى احد انديه مازيمبي الترجي وسيمبا. طبعا مباراه الذهاب هتبقى خارج ملعبنا، ف
فطبعا وقتها بنتكلم زي حضرتك قلت كده رمضان، فانت عندك مثلا مازيمبي بيلعب دايما العصر في رمضان، سيمبا هم بيلعبوا الساعه 6 بس اعتقد هم لاعبين الساعه 3. الوحيد اللي ما هيبقى عندنا فيه مشاكل في مواعيد الترجي. في نقطه يا جاي سام كان يعني احد الجماهير الاهلي كان بيكلمني فيها نقطه فارق جدا، ان برده لعيبه سيمبا في جزء منهم بيصوم، يعني في عدد مش قليل في لعيبه سيمبا هيصوموا. فالسؤال هنا هل النادي فعلا ساعتها هياخد القرار انه يلعب ساعه الصيام للعيبه؟ لا ممكن ياخد راي قرار. لا لا هم ماخدوش، لا 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 ما تظلمهمش حرام عليك. الناس دي بتاخد قرارات. ايوه الناس دي واضحه. انت متخيل الدوري التنزاني هيطلع فيه جبهتين، واحد يقول لك الماتش هيتلعب وفي نفس وحد مسؤول تاني يقول لك الماتش اتلغى؟ انت متخيل هتشوف الكلام ده؟ والله انا اسف والله، بس ده واقع عندنا، ده واقع بيعكس. انت جبته الواقع، ما انت جبته الواقع اللي حصل ده. دي حاجات بتعكس وبنشوف النهارده اهو زي ما ايمن قال تنزانيا. اعتقد ان الانتخابات بدات بدري في اتحاد، يعني بعدين بقى هنتكلم في الامور دي، لان الامور دي عايزين نعمل الحلقه دي والله. هنعملها لان الامور دي فيها كتير جدا جدا. هناك من يرشح نفسه او هناك من يضع نفسه رئيسا للاتحاد من دي، يعني في كلام كتير جدا نقدر نتكلم فيه. نرجع مره تانية لل فتنزانيا ليها فرقتين. انا بشوف مثلا في وجهه نظري الشخصيه، انا بشوف ان احنا احساسي هنلاعب مازيمبي. انا مع ان مازيمبي يعني مثلا، يعني هو الكابتن عادل تعبه كان معايا امبارح قال لي مازيمبي انا الاقل فنيا، ولكنه ماتش هناك مشكله. الماتش بالظبط ماتش هناك بيتكلم على الادموسفير اللي الادموسفير ده رعب. لا بص كريستيان معلش، مفيش فريق بيروح يلعب في لومباتشي غير لما بيتعرض لامور تحكيميه واضحه جدا طبعا، خلاف المضايقات بقى والملعب. شفت بقى عامل الملعب اصلا الجمهور جنبك، يعني احنا بنتكلم في ملعب صحيح. ملعب رجلي لو المسافه مفيش، يعني لا المسافه مشوار من مصر لهناك. طبعا بس هناك طبعا، وعارفين طبعا كمان رئيس النادي، يعني بنتكلم على رجل اعمال عنده حقول ماس، يعني رجل يعني راجل تقيل جدا جدا في القلعه السمراء. فطبعا واضح جدا ان الراجل يعني ايه اكيد كريم جدا في اليوم ده في اي حد بيحاول يعيد فريقه تاني للساعة. مازيمبي بقاله فتره مختبئ في افريقيا، لكن يعني مازيمبي خارج ارضه. من الافضل طيب من وجهه نظرك الافضل لينا؟ انا اشوف الترجي انك هتلعب مباراه مفتوحه، هتلعب مباراه مفتوحه وكل حاجه. الترجي مش هينفع يلعب معاك زون ديفنس. الترجي برضو اسم، والترجي بس والامانه الترجي دلوقتي مختلف شويه وبيلعبوا افضل. جدا بصراحه احسن بكتير من نسخه الترجي الحاليه، احسن من نسخه السنين اللي فاتت. صحيح بس ستيل برضو يعني شفنا ماتش الهلال السوداني، الترجي متقدم بهدف من ضربه ركنيه في الشوط الاول، الشوط الثاني وان سايد جيم للهلال اللي هو اصلا في اضعف مستوى له من السنه اللي فاتت. فبرضو ما زال لسه برضو الترجي يعني هو بيتحسن دفاعيا لكن عنده بعض المشاكل. لكن انا اقول ان الترجي ميزته الوحيده معاك انه مش هيعمل ماتش مقفول، مش هيخنقك سواء ذهابا او ايابا. انا شايف ان ممكن يبقى سيمبا لان احنا برضو لعبناه الفتره دي الدوري الافريقي والاجواء، احنا الفتره دي تعودنا برضو الاجواء في تنزانيا مع للامانه الملاعب بتاعتهم كويسه، ولو هم بيلعبوا في التوقيتات اللي هي المناسبه اللي هي اصلا عندهم الجو فيها كويس والملعب فيه اضاءه وكل حاجه، فسيمبا ممكن يبقى منافس برضو جيد يعني. وبتفق مع كريم في حته الترجي، طبعا احنا النادي الاهلي ما بنخافش من حد وما يعني طبيعي البطل لا يخشى احد، لكن احنا بنتكلم على الظروف. اعتقد ان ظروف المباراه بتاعت مازيمبي ممكن ما تبقى يعني تبقى صعبه، بنصعب على يعني تبقى صعبه علينا، فنتمنى ان احنا نتجنبها دلوقتي، لكن لو جت اهلا وسهلا يعني. لكن من الناحيه الفنيه انا شايف سيمبا او الترجي. انا اشوف الترجي ماتش مفتوح حتى من الناحيه. سيمبا مليون في الميه سيمبا. احنا برضو يعني مشكلتنا معاهم هناك هم ماتش الساعه 3 العصر، موضوع ان احنا طبعا ما بنستحملش الرطوبه العاليه اللي عندنا. خلي بالك انا مره كنت بلعب في الاسماعيلي والترجي كان المباراه بالليل عملها الظهر، عملها الساعه 3 مش 1 ماتش والاسماعيلي كسب 3-1 اخر ماتش. بس ده في رمضان في تونس صح؟ كان في رمضان برضه. انا بقول لك هو الغريب ان هم كان في رمضان. اعتقد هم حاولوا برضه يلعبوا الحته دي، حاولوا يلعبوا الحته دي. كانوا فاتحين البتاع فقفلوا البتاع، قال لك الباكين يعني، كنت انا وسيد اللي بنلعب فقال لك الباكين فقفلوا الملعب. والله بجد يعني الملعب كان باين، الملعب الخط اللي حاطينه ودخل. بس الاسماعيلي كسب 3-1 ومحمد محسن جاب محمد محسن ابو جريش. طيب هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل في ونتكلم عن تاريخ مواجهات النادي الاهلي مع نادي الزمالك. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه يعني هناك انباء ليست امور رسميه
ان حكم ماتش الاهلي والزمالك سيكون هو البرازيل اندرسون دارونكو. هو بسم الله ما شاء الله راجل يعني بادي بيلدينج بادي بيلدينج يعني محترم يعني الناس كاتبه يعني قد يكون لسه لم يتم الاعلان رسميا عن حكم المباراه. طيب تاريخ كبير ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في نهائي كاس مصر، ولكن نهائي 8 مارس لو طبع خاص يا كريم. طبعا المباراه دي يا كابتن بكل امانه جايه في وقت في افضل توقيت للعلاقه بين الاهلي والزمالك في السنوات الاخيره، وكمان يعني امانه يعني مبسوط جدا ان المباراه يعني بيحيط بيها اجواء حلوه واجواء بتمسح كل المساوئ اللي كنا شايفينها من سنه 2014 للاسف يعني، بس دلوقتي الوضع بقى افضل. مباراه تنافسيه بحته، الفريق الافضل يعني هنقول له مبروك، الفريق اللي يخسر خلاص والناس بتسرق. وشفت حتى المواجهات الاخيره في الالعاب الاخرى بعيد عن كره القدم، كانت مواجهات متتاليه بين الاهلي والزمالك في الفولي بول والباسكت بول والهاند بول، والدنيا خلاص ما فيش ادنى مشكله خالص. والحمد لله مجلس الادارات النهارده على افضل يعني علاقه ممكنه، وكمان المباراه بتقام للمره الاولى خارج مصر يا ايمن، فطبعا اكيد حاجه تاريخيه شكلنا مهم جدا ان احنا نحافظ عليه، وكمان فرصه حلوه للجاليه المصريه ان هي تشوف لعيبتها وتستمتع ان هم برده عارف في الغربه الامر بقى مختلف جدا طبعاً عن اللي عايشين جوه البلد. فالمباراه من الناحيه دي ده في وجهه نظري لازم يبقى يعني ايه الشاغل الاهم عند الجمهور وعند الاعلام، ده اول حاجه. بالنسبه بقى لما نروح نتكلم، انا هسيب ايمن يتكلم على التاريخ وانا ممكن اخد بعض النقط الاحصائيه اللي انا عايز بس اتكلم عليها على تشكيل نادي الزمالك عشان برضو نلفت انتباه الساده المشاهدين لكام نقطه كده. يعني لو هنكمل في الحته دي يا كابتن اسلام وكريم، يعني في تاريخ نهائيات الكاس بين الاهلي والزمالك هو برضو سبحان الله هو ايكوال. يعني الاثنين لما لعبوا بعض كل واحد خد اللقب 9 مرات، وفي مرتين تم تقاسم اللقب ما بين الاهلي والزمالك. هو طبعا الكل، واحنا يعني حبيت برضه دي حته كده اللي هو يا كريم اعمل نفسي برضه ايه فاهم شويه كده، عارف انت الحاجات دي يا كابتن اسلام. هو المفروض احنا هي 20 مره 9 و9 واتقاسمنا مرتين، بس هو في ماتش زياده تعادل. انا قعدت وانا بدور في ماتش في النص كان تعادل، ما تعادل ماتشين لا، احنا التعادل الماتشين ده طلع في نسخه واحده، اتعادلنا ماتش والقعده بتاعته تعادلناها وتقاسمنا اللقب. ده كان في 57 58 موسم 57، ده التاريخ يا كابتن اسلام. 21 مباراه الفوز 9 9، 9 القاب، التعادل في 3 مباريات، والاهلي سجل 37 هدف، الزمالك سجل 33. اجمالي طبعا البطولات الكاس 38 للاهلي 28 للزمالك، ولكن هنتكلم ان في موسم 37 38 النادي الاهلي ونادي الزمالك في النهائي تعادلوا مباراه، ولما لعبوا الاعاده الزمالك كسب المباراه وقتها وخد الكاس، فهنا عشان كده زودنا مباراه تعادل. والموسم اللي هو 42 43 الموسم 42 انا حتى استغربت فيه، حاسس ان في حاجه غلط لحد ما خدت بالي ان لا ده الموسم ده هو تعادل في مباراه، وبعد كده المباراه اللي هي الثانيه وكان المفروض في الموسم اللي نزل كنت تلغي بقى التعادل اللي حصل قبل بس هم حطوها يعني في عدد المباريات. يعني في 42 43 المباراه ما اتلعبتش وتقاسموا الفرقتين الكاس. 57 58 كان تعادل في المباراه الاولى 0-0، المباراه الثانيه تعادل 2-2، وبرده تم تقاسم اللقب بين الناديين. ده تاريخ المواجهات في الكاس وهي المفارقه اللي فيها، بس موضوع ان ده 9 القاب وده الاهلي 9 القاب والزمالك 9 القاب، وده يعني دي المره اللي هي يعتبر ال 21 لو هنتكلم مره 21 الاهلي والزمالك هيلعبوا فيها نهائي كاس مع بعض، هنشوف مين اللي يعني هياخد بقى اللقب العاشر في المواجهات اللي ما بينهم، ونتمناها ان شاء الله للنادي الاهلي يعني. طيب نروح بقى احنا معانا تشكيل نادي الزمالك، لو ممكن نستعرضه على الشاشه عشان بس نتكلم بالتشكيل ونتكلم على شكل نادي الزمالك مع جوزيه جوميز المدير الفني البرتغالي الجديد، ونحاول نحلل اداء نادي الزمالك في الثلاث مباريات اللي اتلعبوا مع الراجل البرتغالي، وتاكيد بكل تاكيد نادي الزمالك شكله اختلف بالظبط. طيب على شاشه كابتن اسلام، ده تقريبا التشكيل النادي الزمالك ربما يبقى هيواجهنا بيه، ودي مجموعه اللعيبه الجداد النادي الزمالك جابهم خلال شهر يناير الماضي وغير بيه شكل الفريق تماما عن نسخه نادي الزمالك في اخر تقريبا سنتين. احنا عارفين برضه نادي الزمالك كان بيعاني من نقطة ان هو ما عندوش قدرة على التعاقد بسبب الايقافات اللي كانت بتمس القيد بتاعه في اكثر من فترة انتقالات بسبب مشاكل كانت المالية اللي كانت عنده مع بعض اللاعبين. طيب
نادي الزمالك تشكيل الاقرب حتى يعني في المباراه الجايه محمد صبحي، الزناري بيلعب على الفول باك اليمين، ومسلوسي وعبد المجيد دول اثنين مساكين، واحمد فتوح طبعا باك شمال، محمد الشحات طبعا اللعيب القادم من طلاع الجيش ولعيب ممتاز جدا جدا كهاف ديفندر، بيشكل ثنائيه مع دونجا، وبيلعب قدامهم لحد ما عبد الله السعيد. وعبد الله السعيد عايزين هنتكلم عليه كتير، لان عبد الله السعيد مأثر على ناصر ماهر، عايزين نفتكر الحته دي بالظبط عشان اتكلم عليها كتير دلوقتي. عبد الله السعيد وناصر ماهر، ناصر ماهر بسبب وجود عبد الله السعيد بيضطر جوزيه جوميز ان هو يلعبه على الشمال، وطبعا ناصر منسي بيلعب راس حربه هو او اوباما، وطبعا زيزو اكيد محتل مركز الجناح الايمن. انا ممكن ادي تعليق على الحته دي يا كابتن اسلام وكريم، هي جوزيه جوميز في الثلاث ماتشات اكتر لعيبه اللي هتحس ان هم ثابتين معاه، ما بملعبش ما اتغيرش، يعني الجون حتى اتغير، يعني صبحي لعب ماتشين وعواد لعب ماتش، تتكلم في المسلوسي وعبد المجيد وزيزو والسعيد ودونجا وعبد الله السعيد، دول قصدي دول في الثلاث ماتشات هم موجودين معاه، وبيغير يعني لو دول خمسه بيغير بقى السته التانيين ممكن حسب ظروف المباراه مين اللي بيبتدي ومين اللي ما بيكملش. كمل يا كريم. طب ارجع بقى لنقطه مهمه جدا، وبرده يا ريت لو بس ممكن نسيب الصوره على الشاشه عشان نشرح للساده المشاهدين. عبد الله السعيد بيلعب حاليا مع نادي الزمالك صانع اللعب، هو رقم 10، وبالتالي صناعه اللعب في الملعب بدات تخرج من عند زيزو وتروح لعبد الله السعيد. عبد الله السعيد يا كابتن اسلام عنده مشكله ان الورك ريت بتاعه بسبب عامل السن مخليه بطيء للغايه ومخليه واقف. طبعا عبد الله السعيد ايه الميزه اللي عنده؟ الفيجن. عبد الله السعيد الرؤيه عنده ممتازه، رؤيته السكان بتاعه للملعب اكثر من ممتاز، والباسنج سواء القصير او حتى الباسنج الطويل. طيب اول ما بيتحرم من الحته دي ايمن، شكرا عبد الله السعيد اوت اوف بلاي. طب احنا قدامنا خمس دقائق، اوكي طب سريعا. طيب الوضع اللي عنده عبد الله السعيد في نص اللي بيتفرج على ثلاث ماتشات نادي الزمالك قدام الاسماعيلي قدام ابو سليم قدام الداخليه، هيلاقي نادي الزمالك كان اكثر اعتماده في الهجمات على الكرات العرضيه، رغم ان الفريق كان بيلعب في صفوفه زيزو وعبد الله السعيد وناصر ماهر لما بدا اساسي المباراه الاخيره قدام الداخليه. هستثني بس اللي شاف ماتش الاسماعيلي لما ناصر ماهر نزل كبلاي ميكر ورجع عبد الله السعيد كثنائي في خط الوسط مع دونجا. ناصر ماهر لعيب اذا لعب في مركز صانع اللعب لازم يتم الاحتراس منه كتير جدا جدا يا كابتن اسلام. ليه؟ ناصر ماهر سنا طبعا متحرك عن عبد الله السعيد، خفيف وعنده نفس الرؤيه، عنده رؤيه ممتازه جدا وعنده ثرو باس، شفنا عمل ثرو باس في ماتش الاسماعيلي كان مميز جدا. ف عبد الله في وجهه نظري الشخصيه عبد الله السعيد لو لعب بلاي ميكر من الاساس مع نادي الزمالك، وطبعا واضح ان هو هيلعب، دي ميزه نادي الاهلي انك هتجبر نادي الزمالك يلعب زي ماتش الداخليه. ماتش الداخليه نادي الزمالك عمل فيها ممكن نزل عشان الوقت كابتن اسلام، نزل الاحصائيات اللي هي سريعه 28 كره عرضيه في فريق بيلعب 4 2 3 1 بصانع لعب، رقم لا يتناسب مع طريقه اللعب، يعني يلعب دي ما يعملش ده، ما ينفعش العب انا 4 2 3 1 واقعد على كره عرضيه. طب انا لعبت بالطريقه دي ما كنت لعبت 4 4 2 واحط اثنين راس حربه واقعد العب على الكرات العرضيه وخلاص واخلص. فبالتالي انا بشوف واحده من الامور لاكيد الجهاز الفني، وشفت طبعا كولر عامل لقطه حلوه قوي جايب صوره مباراه نادي الزمالك ومصور ناس وقاعد بيحلل الاداء، فطبعا اكيد كولر هياخد باله، نادي الزمالك بيعتمد على الكرات العرضيه كتير، فيجب قتل وصول الكره لعبد الله، وهو امن عبد الله السعيد معلش هيبقى عنده القدره ان هو يجري كتير، وفي نفس الوقت لو نادي الزمالك راح للاطراف وارسل كرات عرضيه في وجهه نظر شخصيه هيسهل كتير من ماموريه دفاع النادي الاهلي. يعني ممكن برضو الاحصائيات اللي هي بتاعت نادي الزمالك في الثلاث مباريات يا كابتن اسلام بتترجم برضو الكلام اللي كريم بيقوله، وبتضيف عليه حاجه ان هو في الثلاث مباريات برضو المستويات مختلفه، مستويات اقل من النادي الاهلي، فهو بيترجم كان وقتها فلسفته اللي هي فكره الاستحواذ، وهتلاقي في الثلاث مباريات هو متفوق في الاستحواذ، حتى منهم مباراتين يعتبر خارج ملعب نادي الزمالك، التسديدات بتاعته هتلاقيها بتتطور كنسبه المحاولات الصحيحه في الثلاث مباريات من 2-14 3-11 ل7-18 دايما نادي الزمالك عشان فلسفه هذا الرجل برضو حته البيلد اب والباسنج والاستحواذ، بيحاول ان هو دايما المحاولات بتاعته تبقى من داخل منطقه الجزاء اكتر مش
من خارجها. دقة التمريرات برضه يا كابتن إسلام في الثلاث مباريات فيها تصاعد النسبة بتاعتها لحد ما وصل في ماتش الداخلية لل 700 تمريرة، أكتر من 700 تمريرة في المباراة. برضه بيلعبوا على الكرات الطويلة زي ما كريم قال، الكرات الطويلة والكرات العرضية وفكرة التجميع. فهو النهاردة هو كمدرب قدر يغير في شكل نادي الزمالك اللي كان عليه آخر فترة، وتحديدا لو بنتكلم عن مباراة 4-1 اللي كانت آخر مباراة بالأهلي والزمالك في الدوري. حاليا لا، الزمالك أكثر تماسكا، أكثر انضباطا في الملعب مع الرجل. حتى لو في نقاط ضعف موجودة وبرضه ممكن نستعرضها سريعا يا كابتن إسلام بالصور كده، لأن برضه هو في الآخر دول ثلاث ماتشات، فإحنا في ثلاث ماتشات ما يقدرش يقصف في أداء كتير بالظبط. لو هناخد سريعا برضو الصور كده كابتن اسلام، اول حاجه دي بنتكلم على الوقفات هنا، هو عشان بيلعب على البيلد اب وفكره الباسنج. بص هنا كريم، دي كوره اوباما، الراجل بتاع لاعب الاسماعيلي ضغط على الكوره خدها. بص الصوره اللي بعدها، الفريم اللي بعده، هتلاقيه راح هجمه كانت هجمه واعده جدا وهجمه مرتده. وبص تمركزات لعيبه الزمالك، لو لعيبه الاسماعيلي كانوا قدروا يلعبوها صح كان يقدروا ينفذوا رايحين 3-2 في 18 يارد في لحظه، وخطف الكوره وراح على طول. الفريم اللي بعده ده برضو من مباراة الإسماعيلي، برضو بتبين لك ان وقفات الدفاع بتاعت نادي الزمالك بيبقى فيها مشكلة في الطريقة اللي هو بيلعب بيها. يعني الفريم اللي بعده على طول هتلاقي برضو الوقفات، لا مش دي، دي بص برضو كابتن اسلام هنا في اتنين لعيبة من الإسماعيلي رايحين، ادي واحد هو رايح على الطرف في، ولما هياخد الكرة هيبقى فاضي، وفي واحد في العمق، وفي واحد جاي من نص الملعب اهو منطلق. فالنهارده الوقفات دي سهل لعيبه الاهلي في الضغط العالي اللي احنا بنعمله في اوقات كتير من المباريات، مع دقه التمريرات والتمريرات الطوليه بتاعتنا، ان احنا نضرب خط دفاع نادي الزمالك. نخش بقى الفريم اللي بعده، ده احنا هنا بنتكلم عن طريقه هجومهم اكتر اللي هي كريم برده كان بيتكلم فيها. بص هو بيقعد بيسحبه، يعني يقعد يعمل الباسنج ويسحب الملعب يميله ويفضي المساحه. هنا كان فتوح بيلعب، بص فضل المساحه اللي عند فتوح دي، عمل له الباس. الفريم اللي بعده هتلاقي فتوح فاضي خالص ولعب كره عرضيه، اتلعبت منها ضربه راس كان لناصر منسي، وبالتالي هي الكرات العرضيه برضو كرات عرضيه. بس قصدي هي الفلسفه كلها ان هو بيجمع اللعب في مكان عشان خاطر الناس اللي في البوكس تقدر ان انت تلعب لهم العرضيه توصل لهم. يعني نكمل الفريم اللي بعده، هيبص يا كابتن اسلام هنا اهو، فتوح خد الكره في ثلاثه في البوكس من نادي الزمالك، هو براحته خالص خد لعب العرضيه اتلعب بالدماغ. نكمل برضو الفريم عشان الوقت ده، هنا دي كوره برده كانت هجمه واعده لنادي الزمالك. بص هو جمع اللعب برده عند ناصر ماهر، نفس الكلام اللي كريم قاله، هتلاقي عبد الله السعيد ورا شويه جمع عشان خاطر هيلعبها في اقصى اليمين لهنا الزناري، ده الباك اليمين متقدم لحد البوكس، عشان هي دي برده من جزء من فلسفه الراجل نفسه في طريقه اللعب استخدام الوينجات. هنا ده الجون اللي نادي الزمالك جابه في الداخليه، برده زيزو عمل التمويهه سحب معاه الراجل هناك، المهاجم اللي كان موجود برضو واخد المدافع رميه، وعمر جابر هو اللي انطلق من الطرف اتلعبت له كره طوليه وخدها. فهي احنا بنتكلم في ثلاث مباريات برضو عشان الناس تبقى عارفه، احنا بنحاول نستخرج النمط الدفاعي والهجومي في اسلوب لعب جوميز مع نادي الزمالك في ثلاث مباريات في مستويات مختلفه بعيد عن النادي الاهلي. هل ده ممكن الشكل هيطبقه قدام النادي الاهلي؟ مش شرط، ولكن ده اسلوب عام للراجل. النادي الاهلي بقى طريقته اصلا مختلفه، النادي الاهلي هو اللي بيستحوذ وهو اللي بيضغط، فهنا الامور مختلفه. هل احنا هنسيب له الكوره هو هيسيب لنا الكوره؟ هي دي المعركه بقى اللي احنا هنشوفها في يعني قصدي لا يعني حتى لو سبت له الكوره، احنا النادي الاهلي حتى لو بيسيب الكوره للمنافس هو احنا بنقف كويس وعارفين بنسيب الكوره بمزاجنا. فاقصد هنا هو لو لعب على الحته زي كده وقت الاسماعيلي هو بيحاول ان هو يستحوذ عشان يضغط ويعمل تجمعات، فانت تضغطه بهجمه مرتده، دي سلاح عندك موجود. في نفس الوقت لو انت مسكت الكوره بشكل كويس تقدر ان انت تلعب على الباكات بتاعه نادي الزمالك سواء الزناري او فتوح، لان كمان فتوح لسه متاثر شويه بالاصابه اللي كانت عنده. فالنهارده يعني ده ترجمه صغيره كده كابتن اسلام لنقاط القوه والضعف في نادي الزمالك قبل نهائي الكاس. تشكيل الاهلي انا اعتقد تعرف ايه، انا بسال تشكيل الاهلي نعم، لان مفيش حد هيقول تشكيل واحد، كل واحد اكيد طبعا لا كولر طبعا لا، والقايمه نفسها الحاليه في الاخر هتلاقي كولر عامل حاجه ثالثه. القايمه الحاليه النادي الاهلي تديله الحريه في ثلاث خطط، يعني يقدر عايز يلعب حتى براسين حرب يقدر. انا في وجهه نظري مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم ورامي و عمر كمان عبد الواحد، وجهه نظر شخصيه باك رايت وعلي معلول باك ليفت. هروح لخط الوسط هلعب بامام عاشور ومروان عطيه و بيرسي تاو ورضا سليم
وحسين الشحات ووسام بن علي وسام علي. هحط بيرسي تاو تحت وسام واحط ويشفت مع رضا سليم والشحات. نقعد يعني الشحات طبعا مش هيلعب في قلب الملعب، بس رضا وبيرسي تاو يقدروا يعملوها بشكل مميز جدا 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 جدا. واعتقد في وجهه نظري هنعمل هاي لاين والاستحواذ كامله يبقى مع النادي الاهلي باذن الله. انا التشكيل اللي انا اتوقعه واللي حاسس ان هو الاقرب وفقا للقائمه برضو، يعني في الدفاع شوبير معلول منعم ربيعه. انا اختلافي مع كريم في الحته، حاسس ان هو هيكمل بهاني كباك يمين في المباراه دي. امام عاشور ومروان عطيه في النص ده لا خلاف، بطريقه كوره في 4-3-3 الحته دي هتبقى ما بين كوكا والسوليه، لكن انا اعتقد ان هو هيبتدي بكوكا لو هو جاهز بنسبه 100% ومفيش فيه مشكله هيبتدي بكوكا. بيرسي تاو انا يعني في احساسي ان هو هيبتدي بالشحات مش رضا سليم، رغم ان انا طبيعي ان اتوقع رضا سليم، كان احساسي ان هو هيبتدي بالشحات. الهجوم لو وسام ابو علي زي ما بنقول كده لسه في التدريبات وبتاع، يعني الله اعلم جاهزيته ايه، اعتقد ان الكهرباء يبقى افضل خيار من مودس في المباراه دي كلاعب اساسي، يعني دي من وجهه نظرنا طبعا، واحنا زي ما حضرتك قلت كده مع كولر ما نقدرش نتوقع اي تشكيل يعني مش هتقدر تغمض عليه. وكان كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي في هذه المباراه، وطبعا تبقى مباراه تليق باسم القطبين الكبيرين سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك. شكرا جزيلا يا كريم. شكرا جزيلا. شكرا كابتن اسلام، توفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.